السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات مليكة. مرحبا بالناس الجداد معانا، مرحبا بهم وألف مرحبا. كنشكركم بزاف 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 على التعليقات ديالكم وعلى الكلام ديالكم الطيب وعلى الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة. كنشكركم جزيل الشكر. اليوم إن شاء الله جزء ثاني من الفيديو اللي حطيت البارح، كيفاش غادي تعتمد مطلقة مع الولاد على راسها، وكيفاش غادي تربي ولادها بوحدها وهي في الغربة، كيفاش غادي تربي ولادها مزيان بلا ما تكون محتاجة لحتى شي واحد. إلا كيهمكم هذا الأمر خليكم حتى للآخر ديال الفيديو. قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي اللايك وبارطاجيو وديروا جرس. جبتكم البولونيا في هذا الطريق هذا، ملي كتكونوا متطلقين يكون عندك الولاد وتكون عندك المسؤوليه كبيره، كتبان لك طريق طويله وما عندهاش الحدود، وفي الاخر ديال هذا الطريق كيبان لكم الظلام. ما عرفتوش واش غادي تنجحوا في التربيه ديال وليداتكم، ما عرفتوش واش غتلقاو الخدمه، ما عرفتوش شكون اللي غيخدمني، انا ما عارفه اللغه، ما قاريه، ما عارفه حتى حاجه، منين غنبدا؟ واش غادي نخدم؟ واش غادي نقرا؟ واش غنقابل ولادي؟ يعني والوليدات الصغار كيكونوا محتاجين لامهم، يعني واخا يكون اي واحد يكون، يعني امهم ضروري تكون حاضره بالقوه، ماشي غير تكون حاضره، تكون حاضره بالقوه، تقرب منهم وتهزهم وتبدل ليهم وتنعس حداهم وتهضر معاهم وتقرا لهم شي حاجه، شي قصه ولا شي حاجه، اولا تعاود لهم شي قصه. يعني الام الحضور ديالها ضروري ولا بد منه، وهذه المسؤوليه كلها عليك انتيا. يعني منين غتبداي؟ بعد اول حاجه كما قلت لك غتقلبي على الخدمه، وفي هذه البلاد السعيده ماشي سهله، يعني غير تخرجي النهار واحد وتلقاي الخدمه، لا خاصك تبداي تقلبي. كاين اللي يقول لك لا، كاين اللي يقول لك غادي نعيط لك، خليني نمره ونعيط لك ملي كتقلبوا على الخدمه. لاجانس غيقول لك واخا غادي نعيطوا عليك وانت تسناي، ولكن ضروري دائما تقلبي كل نهار، خاصك تقلبي. حيت الا اعتمدتي على لاجانس وحده ولا تعتمدي على مثلا شي بلاصه درتي فيها الدوماندا وتسناي باش يعيطوا عليك، شكون قال لك غيعيطوا عليك؟ يقدروا يعيطوا يقدروا ما يعيطوا، يعني يقدروا يعيطوا يقدروا ما يعيطوش، وانت خاصك ديما تقلبي 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 حتى تلقاي هاد الخدمه. يعني واخا تلقاي مثلا 4 السوايع او لا 3 السوايع او لا 2 السوايع، ضروري تشديهم وتقضي بهم حتى تلقاي يعني الخدمه ديال يعني ديال 8 السوايع او لا ديال 7 السوايع، على حسب يعني انت أز. وملي كتلقاي الخدمه كيديروا لك يعني لا بروفا ديال 15 يوم، كتخدمي هذوك 15 يوم باش يعرفوا واش كتخدمي مزيان ولا ما كتخدميش مزيان. الا درتي المجهود ديالك في هذوك 15 يوم تخرجي كاع داك الشيء اللي عندك، تبيني ليهم باللي انت محتاجه لهذيك الخدمه، باللي انت باغياها، واخا ما عجباتكش راه غادي تصبري ليها على قبلك انتيا وعلى قبل وليداتك باش تعتمدي على راسك. من بعد 15 يوم كيديروا لك الكونترا ديال العام، ملي كيدوز داك العام، هذاك العام كله خاصك دائما يعني تخدمي، ما تبقاش تمنكي، خاصك انك اصلا انت محتاجه لهذيك الخدمه. من بعد عام راه كيعطيوك دائما، كيديروا لك الكونترا ديال دائما، يعني كتبقاي دائما خدامه. ولكن الا كنتي معقوله وتديري الايمان ديالك في الله يكون قوي، وتبغي انت يكون عندك واحد الهدف قدامك، الهدف ديالك هو تستقري وتخدمي وتربي وليداتك احسن التربيه وتقريهم، يعني تكوني يعني كابابل كما كيقولوا، وهذا الشيء كله ربي غادي يستجب لك. وفي هذه البلاد السعيده الا شافوا فيك معقوله وبغيتي تداري خدمتك متقونه، عمرهم ما يتخلوش عليك، يحسوا بك، يخدموك، يعاونوك، ما يتخلوش عليك. ولكن الا شافوا فيك تحريميات وشافوك غير كتلاي، غيدوروا وجههم وما يعقلوش عليك.
المرأة مغربية حتى واحد ما يخافش عليها، أنها حادقة والصبارة وقوية وزوينة، فين ما كتمشي كتهز الراية ديال المغرب. ما كاينش بحال المرأة المغربية في العالم كله، معروفة بالقوة وبالزين وبالمجهود وبالصبر. بقى عندي البنات شحال من حاجة بغيت نشاركها معاكم، كيفاش غادي تنظمي حياتك وانتي بوحدك، منك الخدمة ومنك الولاد ومنك الدار ومنك التقضية ومنك كل شيء. ان شاء الله عندي لكم بزاف ديال الحاجات غنشاركهم معاكم، كيفاش غادي تنظمي حياتك وكيفاش غادي تجي من الخدمة وتجي لدارك تعطي الحب لوليداتك وتعطي لهم القوة وتعطي لهم الحنان، انك كما قلت ليك انتيا كاع الحركات اللي كتديري والتصرفات ديالك يقلدهم منك، يشوفوك خدامه وقويه وكديري المجهود، راه هذاك كله خداوه منك. حتى هما كيكونوا مسؤولين ملي كيكبروا كيكونوا قويين وتيتحدوا حتى هما اي حاجه، حيت خداوهم خداو داكشي من ماماهم. وان شاء الله غنشارك معك حتى كيفاش غادي تتعاملي مع الطفل قبل ما يوصل السن المراهق، وكيفاش غادي تتعاملي معاه ملي كيوصل السن المراهق باش يخرج منه ان شاء الله بسلام. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش كتبوا ليا رايكم في التعليقات، واش عجبكم بحال هذا الفيديو هات ولا لا، واش خاصني نستمر ولا لا. وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم وعلى المشاركه ديالكم في القناه.